الله هو الذي يفيض، هو الذي يعطي، ولكن بحاجة إلى سعي الإنسان نفسه. فالشخص أفرضه الثقة وجنابك تعتقد بي أنه قول وفعل، يعني قوله فعل. يقول لكم أنتم من الأموال كل شيء في مجال الخير خسرتوا أنا أعطيكم، ما يقول هم مضاعف أعطي. أكيد بشجاعة تعملون وتبسطون أيديكم في سبيل الخير، كل ما خسرتوا تسجلون تأخذون منه وتدرون يعطيكم. هذا اليقين أقوى من اللي الإنسان يشوفه بالعين، تأثيره في النفس، في عزم الإنسان. الورع يخلي الإنسان والجنة هكذا يكون. أصلاً ما يفكر أنا خدمت فلان ليش هالشكل سوى وياي. إذا خدم شخصاً يشوف هذا في كيسه، هذا في صالحه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ما يفكر في هذا الشيء حتى في يوم ما يمون عليه. إذا فكر في هذا الشيء لازم يتهم نفسه. حديث أكو مضمونة أو نص، المؤمن متهم. من يتهمه؟ هو هذا مقام رفيع، هو يتهم نفسه. صدق إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إذا صدق بعد ليش يزعل؟ بعد ليش يتألم؟ قال لي أنا من الليل للصبح، من الليل للصبح ما نمت، فلان قال لي هاي الكلمة وفلان قال لي، أنا اللي خدمته، أنا اللي سويتها. ليش يقول؟ وأعظم من هذا ليش يفكر أصلا هذا التفكير؟ هذا قارئ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أما مو والجنة كمان قدرها، لا ما صير الشكل. وهم والنار كمان قدرها. كلمة يخاف يقولها ليكون تصير فخر، هذا ليكون تكون تكبر، ليكون يصير رياء. وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. مثل واحد اللي شايف النار الآن معذب في النار، هذا بدون تمرين يصير، بدون ممارسة يصير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.